بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة لهذه الإذاعة الغراء. أنا هشام درويش، حكواتي وإعلامي من تونس. جاءت الفكرة في المشاركة هذه مش نمثل تونس في هذا المهرجان الدورة 15، مهرجان الدورة المغرب الحكايات، هذه مش تكون فرصة لتبادل الخبرات لتبادل التجارب في هذا المجال الحكواتي، وهي ملتقى الحكواتيين من كل الدول من 35 دولة، وهذا يعبر على مهرجان وكبر هذا المهرجان وعراقته. مشاركتي باش تكون بشكل حكايات قصيرة ومعانيها كبيرة في عنوان حكاية وعبرة، ومخصص للأطفال. نستخرج كل عبرة من كل حكاية، هي عبر كونية وقعت إعادة صياغتها من ظل التراث العالمي. مشاركتنا اليوم في العرض التونسي باش تكون في شكل أنا وزملائي من تونس، في شكل موحد برؤية موحدة، باش تكون أنا مقتطف من عرضي ومقتطف من الدكتور نزار القمري اللي هو زاد عنده الحكاية نتاعو وحكايتها مع الأستاذة هدى بن عمر، باش تكون في شكل موحد في رؤية موحدة باش نظهروا فيها، باش نلعبوا على الغاب، غاب المتخيل الشعبي بحكايتنا التونسية بعبرنا التونسية. إن شاء الله تنال إعجاب الحاضرين وتكون مشاركتنا متميزة بقدرة الإله. إن شاء الله تكون مشاركتنا فيها إضافة، فيها البصمة التونسية والعربية والدولية، خاطر إحنا القاسم المشترك هو العبرة من كل حكاية، هي الغابة في المتخيل الشعبي، في مكونات الغابة شنية اللي تنجم تكون فيها من عبر من حكم مع الحيوانات اللي في الغابة، شنية رموزها، هذا هو اللي باش نلقاوها إن شاء الله في الليلة. إن شاء الله نكون عند حسن ظن الحاضرين والمهرجانيين في هذه الدورة اللي إن شاء الله تكون دورة أخرى، وإن شاء الله نكون زادة تلقح تجارب وتبادل خبرات في المجال الحكواتي إن شاء الله. قبل الدوم شاركت على قناتنا غيلاد أدرف البطولة زدواغ دناقو السادة فدكرا حميلونا أو تستطيع تسجيل جام تنمرتنج.